لذات العيش إلا صعبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فازهروا وتأدب في مجالسه وقل حظك مهما قدموك ورى لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله واستغلل الورد واهدر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستطيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استطار لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وحب رأسك واستغفر بلا سبب وقم على قدم الإنساب معتبرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم واجتهد في دارك أما فيك منك جرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وقل عبيدكم أولى بصحبكم فسابروا وقولوا بالرفق يا فقراء لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله أمي تفضل الأولى وهو شيمتهم فلا تقدرك منهم ولا ضرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله رب تمتع على الإخوان جد أبدا حسا ومعنى وهدى الطرف إن أثرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ورقيب الشيطان في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله رفع بهم الجد وانهار
الخيرات عند خدمته عساه يرضى وحاذرها ان تكن ضجيرا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله ففي رضاه رضا البر وطاعته يرضى عليك وكن من تركها حذيرا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله واعلم بان طريق القوم دارسه وحال من يدعي اليوم كيف ترى لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله متى اراهم وان لي برؤيتهم او تسمع الاذن مني عنه مقابرا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله من لي واذني باذن ان يزاحمهم على موارد لم الف بها كدرا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله احبهم واداريهم واغفرهم بمحيتي وخصوصا منهم نفرا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قوم كرام سجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يهدي التصوف من أخلاقهم طرقا حسن التألف منهم ربنا نظرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هم أهل ود وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أرضى ومن نذرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لمحمد رسول الله عليه صلاة الله.